مدرب نادي تشيلسي الإنجليزي المدرب الأرجنتيني بوتيتشينو يؤكد حكيم زياش لاعب جيد جدا، ورحيله عن تشيلسي لا يقلل تماما من القدرات والإمكانيات التي يمتلكها. أتمنى له كل التوفيق والنجاح رفقة فريقه الجديد نادي جالاتا سراي التركي. ولكن قبل الدخول في التفاصيل، عزيزي المتابع الجميل، أتمنى تدعمني وتشرفني بلايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديدنا خلال الفترة المقبلة. أكد اليوم المدرب الأرجنتيني بوتيتشينو مدرب البلوز تشيلسي أن حكيم زياش لاعب من العيار الثقيل من بين أفضل اللاعبين على مستوى العالم. وتابع مدرب تشيلسي تصريحاته عن الساحر المغربي قائلا: واثق من أن زياش سيصبح النجم الأول للدوري التركي رفقة فريق جالاتاسراي، وسيساعد فريقه نحو التتويج بالبطولات المحلية والظهور بشكل جيد في بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم. واختتم بوتيتشينو تصريحاته مؤكدا أنه كان واضحا مع زياش منذ البداية: زياش خارج خططي لهذا الموسم، وقد أبلغت بهذا القرار في بداية المرحلة التحضيرية، ولكن هذا القرار لا يعني تماما التقليل من الإمكانيات والقدرات التي يمتلكها، فزياش دائما ما يقدم الإضافة سواء مع تشيلسي في السابق وأيضا مع منتخب بلاده المنتخب المغربي.